فالإخلاص إنما يدور مع الأعمال كلها ولا يقتصر على عمل دون عمل. فحياة المسلم في أدائه لأعماله وفي أقواله إنما هو يدور مع الإخلاص دورانا كاملا وتاما. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلفظ الأعمال هنا إنما الأعمال بالنيات فيه من العموم وفيه من الشمول والاستغراق، بحيث يشمل كل عمل يعمله المكلف ويعمله الإنسان. فلا بد أن يكون كل عمل يعمله الإنسان أن يكون منوطا وملتصقا وممتزجا وبالإخلاص. نعم. فالإخلاص دائر في كل الأعمال في الأعمال كلها. والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بأن نعبده مخلصين له الدين، وأمرنا بالإخلاص في كل شيء. نعم. وأن قبول الأعمال هو مرهون بالإخلاص. نعم. فالإخلاص هو الأساس في التمييز بين الأعمال التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى وتلك الأعمال التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن ومع ذلك أنت لا تستطيع أن تطلع على هذا الإخلاص، ولذلك أنيط حكمه بالعمل الذي يظهر.